الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: التكبير في العيدين هو مرخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقته أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والخلف والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام تشريق عقب كل صلاة مفروضة وعند خروجه إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. صفته: وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط، ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهو مروي عن ابن عمر، واختار الأول أبو حنيفة وأحمد وغيرهما. ومن الناس من يثبته أول مرة ويشفعه ثاني مرة، ويعمل به طائف من الناس. وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد، وهي أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله، كما قلنا في أنواع صلاة الخوف ونوع الأذان ونوع الإقامة شرعها وإفرادها، وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة والقنوت بعد الركوع وقبله وغير ذلك. ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد والجمع بينها في مقام واحد من العبادة لله، وكذلك التنفيق والجمع بينها لا يشرع. والصواب التنويع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لجميع سننه بأمر هذا مرة وعمل الآخر مرة أخرى، ففيه تأليف قلوب أمة وإحياء للسنة ومتابعة له صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مما أجرنا من النار. كما سمعتم ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى مسألة التكبير بعد عقد باب العيدين كما مر معنا، والتكبير نقله من ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر فيه وقت التكبير ثم أعقبه بالصفة، والصفة التي وردت في التكبير متنوعة. والقاعدة عند أهل العلم أن اختلاف التنوع، أن الاختلاف عندنا إما يكون اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع. اختلاف تضاد هذه لا يمكن الجمع بينهما، لكن بالنسبة لاختلاف التنوع فهذا لا بد للعبد أن يأتي تارة بصفة وأن يعقبها مرة أخرى بصفة أخرى، مدام أن الكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي السنة. حينما يأتي مثلا كدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنواع متعددة. ليس من السنة أن تأتي بكل تلك الأنواع في استفتاح واحد، هذا مخالف، وهذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. لكن السنة أن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة أخرى، فهذه هي السنة، وهذا هو الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، التكبير عند الأمور الهامة، التكبير عند الأمور الهامة. قال رحمه الله: إذا كانت السنة قد جاءت بالتكبير في عيد النهر في صلاته وخطبته ودبر صلواته وعند رمي الجمار وعند الفراغ من الصيام وعند هدايته، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال: الله أكبر، خيبت خيبر. وكان يكبر إذا أشرف على محل وإذا ركب دابته وإذا صعد الصفا والمروة، وجاء التكبير في الأذان والإقامة في الصلاة. إذا أشرف بمعنى على، بمعنى أعلى، إذا أشرف على مكان بمعنى أعلاه وكان مرتفعا ذلك المكان، لأن السنة عند العلو أو الارتفاع يكون التكبير، وفي النزول يكون التسبيح. نعم، وجاء التكبير في الأذان والإقامة في الصلاة وعند الدخول في الصلاة وعند إطفاء الحريق، وشرع التكبير لدفع العدو ودفع الشياطين. هذه كلها أماكن يشرع فيها التكبير، يشرع فيها التكبير. هذا مما يدل كما سبين أن التكبير يكون للأمر الهام، التكبير يكون مصاحبا لأمر هام سواء كان في الدين أو في الدنيا. نعم، وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في مواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الهام أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياءه على القلوب، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل له المقصودان: مقصود العباد لتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب كبريائه. ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر، لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلب العبد. نعم، لأن الشيء الكبير يحتاج إلى مصاحبته بذكر كبير، فلذلك جاء التكبير. كل شيء هو كبير في عين الناس فالله أكبر، فالله أكبر وأعظم وأجل. نعم، وإلى مصالحه فخص بصريح التكبير لأنه أكبر نعمة الحق، فجمع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير. نعم، وإذا هو مشروع عند كل أمر كبير، وهذا فيه كما سيأتي التعقيد مهم جدا. نعم، ولهذا فإني أهيب لجميع المسلمين أن يسعوا إلى التكبير عندما يعجبه الأمر، فهذه سنة نبيهم، وليس التصفيق الذي جاءنا من أعدائنا المستعمرين وخاصة في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم. نعم، ده معناه المشروع حينما تريد أن تعظم شيئا، فإنك ماذا تفعل؟ تكبر، لا تصفق كما يفعله الناس الآن. هذا التصفيق ليس من هدي المسلمين، بل هو جاءنا من ماذا؟ من الاستعمار ومن أعداء الله. فلذلك حينما نرى شيئا يعجبنا ويعظمنا فإننا نقول الله أكبر، حينما يسلم أحدهم نقول الله أكبر، وهكذا في كل أمر، نجاح كما يقول زيادة في الرتبة، أي شيء هو يعظمه الناس بالنسبة له فإنه يكبر. نعم، باب صلاة الكسوف. نعم، الكسوف هو الخسوف، يطلق الأول على ذهاب ضوء الشمس أو بعضه، والثاني على ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الغالب والفصيح. والكسوف هو الخسوف في السماء. وعندك انت عطش، انت عندك مشكلة. يطلق الأول على ذهاب ضوء الشمس أو بعضه، والثاني على ذهاب ضوء القمر أو بعضه. شو بعضه؟ بعضه، لأن يعني المعطوف على مجرور مجرور. نعم، والكسوف والخسوف أسباب عادية. لحظة، إذا عندنا الكسوف والخسوف
كسوف وخسوف. قال يطلق الأول على ذهاب ضوء الشمس أو بعضه، يعني وكأنه مخصوص بذهاب ضوء الشمس، هذا يسمى كسوف. يقول والثاني الذي هو الخسوف مخصوص بذهاب ضوء الخمر أو بعضه، ما يسمونه بالكسوف الكلي أو الجزئي والخسوف الكلي أو الجزئي. قال في الغالب والفصيح، الغالب أو قال والفصيح عفوا، لكن هما مترادفان على الصحيح، هما مترادفان، وخصوصا أن ورد في الكتاب وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث كسف القمر وكسفت الشمس، فصار القمر والشمس كما يطلق عليه ماذا؟ كسوف، ويطلق عليه أيضا خسوف. لكن إن كان التخصيص فلا شك أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. نعم. وللكسوف والخسوف أسباب عادية حسية تدرك بعلم حساب سير الشمس والقمر، كما أن لهما أسباب معنوية خفية. المعنوية الخفية وهو تخويف الله عباده. تخويف الله ماذا؟ عباده. إذن هذه هي المعنوية. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا سنمر عليه، وهو أن لا تخسف لا لموت عظيم ولا لحياة عظيم، وإنما تلك آيات يخوف الله بها عباده، يخوف الله بها عباده، هذا التخويف. ولذلك سيأتي معنا نستبق ما سيكون الشارح من أمور مهمة جدا، وهو في زماننا الآن أن صارت هذه الأمور تعلم قبل وقوعها، فالإنسان يخاف ويحذر، فكأنه ذهب رونق ما من أجله شرعت، لكنه فيها مصيبة بالنسبة لمن؟ الخلق، لأن الخلق كم يعتبرون بالآيات، المسلمون كانوا يعتبرون أنهم لا يعلمون متى وقوع الخسوف أو الكسوف، ويعلمون أنه بوقوعه يهرعون إلى الصلاة. الآن حينما صار الخبر يكون لمدة من الزمن، وهذا ليس طعنا ولا من الغيبيات أصلا ولا غير من هذا كما سنعرف، فالشاهد عندنا فالناس بعد ذلك صاروا يتصارعون ويتسابقون لحجز أمكنة لرؤية الكسوف والخسوف. موتان الغيب، نسأل الله العفو والعفو والسلام، هي آية يكون عذابا قد وقد. النبي صلى الله عليه وسلم يفزع كما سيأتينا في الحديث، قام فزعا، والفزع الخوف مع السرعة في الفعل، فزعا النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يتغير وجهه صلوات ربه. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين عظمة الخالق وبطشه وجبارته. غضب الناس إنما تأتي هذه الآيات للتذكير، جعلها الله تذكيرا للخلق، بمعنى أن الله غاضب. حتى الآن لما طرح لك طرحانه فنسنبه كأن لها طرح شيئها عادي جامع جاش مشي إشكال. لا طيب لماذا منع الله؟ أنا نمشي الظاهرية كتشراش الأمور المادية، لا كتلة الهوائية كذا مع الكتلة المحيطية الشمالية مع الجنوبية التقاء كذا هروب يوخه من بعد كتلات الدنيا وصباع كأين وخه من بعد، شنو هي الغاية من امتناع؟ فالله عز وجل متوقف نزول الخيط على هذه الأشياء أم جعلها سببا؟ حصلت أو لم تحصل؟ لأن أمر الله عز وجل كله كل فيكون. وسيأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، إذا وصلنا إليه حديث الاستسقاء كما يقول الصحابي أنس رضي الله عنه صافي لا غيم فيه، يعني كأنك تصور يقول ممكن ما كانش، فأتت غمامة من جهة سلع الذي هو جبل
تؤدي إلى ما خرجت، ما الذي قادها؟ ما الذي أمرها؟ ما كنا جي طيب المطر إحنا باش نشوف يسأل المطر لا امتناعه بسبب شرعي علاش امتناعه؟ لأن الناس ابتعدوا عن ولم ما يفعلوا ما أمروا به مما يلزمهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء أما منع الزكاة حديث ولا حرج يعني وكأن بلك يخرج الزكاة لجي ننظروا عملية حسابية بالمئة وبالنسبة المئوية غلقوا آش 5% ولا 7% التي تخرج آش زكاة أموالها وهذه كذلك 7% وكذا آخره اللي هما يالله مساكن ملهم أصحاب الأموال الطائلة اللي الزكاة ديالهم تصل إلى المليارات ماشي ألوفات شنو هي؟ خصو يخرج مليار نسأل الله العفو والعافية وبيتي المطار كيف؟ كيف ينزل المطار؟ وأنت شوف الآن دابا متى تظهر آثارهم؟ ليس الحينية لكن انت كان دابا قلة المطر البلد عندنا كان جفاف منذ سنوات الآن هذاك النزول غير كافي هو دابا ولا الغرق البحث عن تحلية المياه الشكوى من نقص المياه في السلوك شكوى في غرق الفرشة المائية شكوى في شكوى الله دينا كنحسوها هادشي الله بدا ولا كان زمانا عليها آثاره يعني لو استمر الأمر نسأل الله العفو والعافية والسلامة معنى كارثة ولا ما كارثة يلا غتفيق دابا ما كان المفروض أننا نستنفقوا من زمان معنى لابد من الرجوع إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوع إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي لابد من البحث عن الأسباب وهذا هو السنت في المؤمنين العادة حينما تضيق به ماشي ترجع الماديات فقط إيه ركينا حتى ذلك الماديات جعل الله سببا لحصول الأمر لكن أش الله ضيق لأن كاين أش كاين أمور مخالفات هناك باش نذكر انت بالمخالفات اما ان يغدق عليك ويتركك في غفله وتلك استدراج والحياذ بالله فلا تتدارك الا وانت في القبر واما ان الله عز وجل يريد بك خيرا فعاش يضيق عليك لترجع اليه تذكر يا عبد انسج لذلك حداث ذنب حداث عاش توبة رجوع إلى الله عز وجل هو الذي يرزق نعم صلى الله سبحانه وتعالى بالسلام في الأمور نعم وكل من هذه الأسباب الحسية والمعنوية لله عندما تقتضي حكمة الله لتغير شيء من آيات الله لكون تلك الكسوف والخسوف والزلازل ليوقظ الناس من الغفلة عن عبادته أو ليزجرهم على ارتكاب مناهيهم نقدر الأسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام التمويلي. علمنا هو الذي يغير الأسباب الحسية سبحانه وتعالى جعلها تأخر السبب لماذا أنظر الله عز وجل يريد أن يعقب ويذكر الخلق بخالقه نعم من ذلك جنوه أهل المديرين أو ثوران البراكين وهروب الرياح أو قصف الصواعق أو غير ذلك من آيات كونه يعلم العباد أن وراء هذه الأكوان العظيمة المدبرة القديرة ماذا يقول لي الطبيعة؟ الكوارث طبيعية غضب الطبيعة ماذا يقول غضب الطبيعة؟ يقول غضب رب الطبيعة ماذا يقول الطبيعة عاش عبد مأمور خلق من خلق الله عز وجل
فإن تغضبوا لغضب الله. قال لك صعبة جمال، جمال هو أنت كل جمال. هو الذي لا يفعل ما يؤمر به. ما جمال ما كلهم الله سبحانه وتعالى حيث علينا الزرع اللي كنت عليك نشوحنا المادية يجبل لنا يجبل الله يذكر الله ترك ما تذكر من في السماوات والأرض يسبحوا بحمده ولكن ما تفقهون تسبيحه. كيسمع الجمل كيسبح والشجرة كيسبح فين الكشكالية فين كينا البشر الذين عصوا الله عز وجل الذاكرة الأرض تنقط من يعصي الله فوقها الجبال كذلك الشجر الحجر كله وتفرح بمن يطيع الله عز وجل لذلك تشهد عليه يوم القيامة. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البقعة تشهد لصاحبها يوم القيامة ومن السنة لكي تغير الأمكنة ويبقى الحصر في مكانه. صلي هنا والنبيلة صلي هنا سلم أكثر مناك ما من الشهود عليك يوم القيامة لا تشهد. ألم يقل الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها تحدث أخبارها يعني ما حصل فوقها من خير أو شر تحدث أخبار بأن ربك أوحى لها. إنتي جمال إنتي جمال هذا دابا الآن أش دير تخبر بما حصل فوقها في المجيدي كنت حركتي أش درتي السلام. نعم يعلم العباد أن وراء هذه الأقوال العظيمة المدبرة قديرة يعني كل شيء ومحيط كل شيء فوقالوا على أن يعاقبهم بآية من آيات الدنيا كما أهلك الأمم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والقصور. ولولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا حصل هذا. لكن السنين العام ما مسألة الزلازل والخسف فهذه واقعة جعلها الله شوف من رحمة بهذه الأمة. هذه الأمة أمة مرحومة كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليها عذاب ولا عقاب لكن عذابها في الدنيا الزلازل والقتل رحمة بهذه الأمة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ثلاثة أعطاني اثنتان ومنعني واحدة. كما أنه قادر على أن يسلبهم نور الشمس والقمر فيظلوا في أرضهم يعمهون أو يصيبهم بقحط فتنمي أشجارهم وتجف أنهارهم بمعنى تيبسوا أشجارهم وينبههم على أن الكون في قبضه فيرهب جنابه ويخاف عقابه. نعم ما هو تعظيم لماذا؟ لأن العبد لابد أن يكون لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء. إياك أن تضيع أحد الله. لذلك مدح الله عز وجل عباده فقال عباده المؤمنين فقال يرجون رحمته ويخافون عذابه. ماذا يرجون رحمته فقط أو يخافون عذابه؟ قال لا يرجون رحمته ويخافون عذابه. لماذا؟ لأنه هو الميزان. هذا هو الميزان. إياك أن ينفلت منك أو عنك الميزان الذي هو خوف ورجاء. فتخاف الله عز وجل وترجون رحمته يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شوف رغبا ورهبا لا بد لأن الخوف الذي يؤدي بصاحبه
إلى العمل. ماذا يسمى؟ خشية. خشية؟ بعين. الخوف المدمن للعمل خشية؟ رهبة. لأن الخشية هو مع العلم بالمخوف منه الذي هو الله عز وجل. قال الله سبحانه إنما يخشى خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحينما يدفعك الخوف إلى العمل ويثمر عملا فهذا رهبة. إذا قال يدعوننا رغبا ورهبة. وكانوا لنا خاشعين، هذه من الخشوع وليس من الخشية. وكانوا لنا خاشعين معنى خاضعين متذللين، وهو قمة العبودية، بل هو الأصل في العبودية، هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم. ولكننا قد أصبحنا في زمن النادة في طغيانها. قال لنا شو المادة جدرت فينا؟ شو المادة؟ أفسدت الخلق. سببها المادة. حينما نقول المادة ليس مخصوصة بالمال فقط، كل ما هو مادي. الأبناء مادة، الأزواج مادة، العمل مادة، وكسالها أخرجتك عن طورك. سبحان الله. الميزان هو إيش؟ هو الماديات. فأوكلك الله إلى أهل، إلى الماديات. فانظر هل من خراج، كل شيء خرج قدر مكانك رامح. نعم. فصار الناس لا يدركون من تغير هذه الآيات إلى معاني. هل قلنا لك شيء قلت بغي يتصور؟ بغي يشد اللحظة، بغي يشوف الخسوف، يشوف الكسوف، وكيلبس النظارات الخاصة التي هي كذا إلى آخره، فوق البنفسجية مع وقيس على هذا وكل شيء. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يغرس ليصلي صلاة يدعو الله ويستغفره ويعمل الطاعات ليرتفع آش وخضر. لما جاءتنا في الرواية حتى تنكشف، حتى تنجلي. نحن من نشدين أنهم تصوروا ونشوفوا ونحضر. وكأن إحلاش إحنا شو ارتباطنا باش بالمادي، وكيفيدها بهرجة. يقول لك لأول مرة في بعد سنوات مديدة سيحصل مثل هذا آه الذي لم يحصل فيه، وإلى آخره. ما المستعان. نعم. ونسوا أو جهلوا المعاني المعنوية من التأثير من عقاب الله وتذكير نعمه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما خلاصة الخسوف والكسوف لهما أوقات مقطرة تمام فروع الهلال وقت مقطر، وذلك ما أجرى الله عليه أمره بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ومقدرا منازلا. معنى الآن هو يريد أن يقرر مسألة، وهي أن الأسباب التي ينكشف بها مثل هذه الأشياء ليس من الغيبية في شيء، لأن عملية حسابية هكذا جعلها الله عز وجل، لم تأتي بشيء جديد. لا تظن أنك عاش قد توصلت إلى أمر غيبي محجوب، ليس كذلك، لأن الله عز وجل أمرك بآل فأعطاك مفاتيح، ومنها هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر وقدره منازل. قدره منازل. إذا لابد من تغير الأحوال، ولابد من معرفة متى الطلوع ومتى النزول ومتى يحصل كذا. حتى الآن بالتقديرات الحسابية في معرفة الشهر ومتى ابتدائه وانتهائه،
يعني أمور جعل الله في الكون هذه ليست من الغيبية يعني شيئين. يعني غادي يقول لك الأرض ولدوك يعرفوا إيش يعرف؟ حتى ولو علم متى الكسوف ومتى آش متى الخسوف هي آيات أصلا الكون ومرتبطة بأسبابها وليست من الغيبيات في شيء. لماذا؟ لأن الغيبي لا يعلمه أي خلق استعبا، لأن الغيب المطلق والعين الغيب النسبي. هم شدنا غيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. هذا كيف يسمى غيب مطلق؟ يسألونك عن الساعة من يانا مرساها جيت ممكنش ممكنش، لأن الغيب مطلق. أما الغيب النسبي هو الذي يعلمه بعض الخلق عن بعض. ماذا حاصل؟ مين؟ أنت اللي كتقول غيبي، الملائكة تعلمه صار غيبا. الغيب الذي يعلمه الخلق أو جزء من الغيب الذي يعلمه الخلق يسمى غيبا نسبي. بالنسبة لماذا؟ احنا دابا الآن هنا، احنا فين دابا؟ فين؟ مجنيبا حالي قريبا لكم دابا قريبا يأكل لنا اشتراغ ولا 12 ولا يقع أشياء في قريبا لا تعلمها أنت بعد. غيب ولا مش غيب؟ غيب بالنسبة لنا لكن غيبنا نسبي والعكس بالعكس اسم غير نسبي. حوادث تقع هناك لا تعلمها إلا بعد فترة من الزمن. بالنسبة لنا يسمى غيبا نسبي. كذلك فلذلك الله عز وجل قدر الأشياء كتبها في اللوح المحفوظ ما هو غيب مطلق لا يعلمه إلا هو. حجب علمه حتى على آخر على خلق كله مما في ذلك الكتب بما في ذلك الحفظ بما في ذلك آخر. أقرب الخلق إلى الله جبريل أمين الوحي لا يعلمها الغيب ولا متى الساعة. لكن مثل هذه الأمور يعلمونها ولا ما يعلمونها؟ يعلمون ما عندنا التقدير السنوي. بمالكم الشيخ سيكون عندك عقيدة. عندنا تقدير يومي تقدير أسبوعي تقدير سنوي. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر. الشاهد عندها تتنزل ملائكة فيها والروح يضرب من كل أمر فيها يفرق كل أمر حكيم. أمر من عندي كان تقدير سنوي جاء كل شيء فيه يتقدر في هذه الليلة. كل عرفوه الملائكة كل ما عرفوه كتب عرفوه ما يقول إذا بقى غيب خرفت الكشوفة والخشوفة وزين كل شيء جمع. لكن بالنسبة لنا نحن غيبنا نسبي. فإذلك لا تظنن نفسك أنك عاش قد عرفت غيبا. إيش من ذلك تصادم هل خلية الجميل قال لك الله سبحانه وتعالى خمس اللي يعلمون من الله عز وجل جميل ما آش أول ما في الأرحم قال لك هو دمر أولو يعرفوا ما في الأرحم شيكين علاج انت حدك أنك تعرف ما في الأرحم قبل لا آش نزول الملك الله إذا عرفته وبالأيمان المغلظة هذا هو اللي حجب الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام. نزيد واحد إفادة أنا كي ظن دون سكن قبل يتوصلون هالجسميتو كيسحبونا زمانا قديما ما كانوش كيعرفوا عاش كيعرفوا الولد والبنت غلطين. الخضراء اللي كيسميوهم القابلات عرفتوهم ولا ما عرفتوهم؟ القابلات زمانا كانت عندهم خبرة في معرفة عاش راه باقا لحد الان كدير بالخيط وما عادش شنو هو كيقول لك ولد او غاش.
وين؟ وليس خبرة عندهم إيه؟ خبرة. والله ليس لدي خبرة عندهم. يعني بغينا كاين لا هذاك الشيء لا ما نقول لهم شويه هذاك الشيء شويه ما كنقولش ليه ياك نعم علاش ما عندهم خبره وكنقول ليه وحمق ديال البنين وحمق ديالاش الدري وهنا معترض دريه يعني دريه اش عرفوا ويصدق ما يقولون واش عندهم سكرانير بحال كيما دابا العقل لا لكن متى عرفوا حالهم بحال الاخرين ما باش نجاوب الموضوع باش ما بغيتش تخبر علينا باش عرفوا عرفوا بعد نزولي لانه قال ذكر ام انثى يا رب الملك يقول يرسل الله ملكا في الروايه الاخرى ذكر ام انثى حينما يقول لأن الحديث اللي في الصحيح اللي هو في الأربعين ما فيش أش ذكر أو أنت وما فيش أش مخلقة أو غير يدوز ولا ما يدوز يعني يكون ولا ما يكون كان ما يكون نزل زمن ثم أش ذكر أو أنت عرف الملك ولا ما عرفه عرفنا إذا ما تعرفش أنت ذكر أنت إلا بعد معرفة من الملك بذلك الملك بذلك إذا إحنا جبنا الخبر كامله يمكن أتحداك والله خط وصل مع تكلم على فين قال له ويعلم ما في هذا هو المقصود به نعم وقال الشمس والقمر بحسبان وكما أن العادة التي أجراها القوم تعالى أن الهلال لا يستهد إلا ليلة 30 أو 31 وكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الإسرار وأن القمر لا يكسف إلا وقت الإدار لكن العلم أنا باش تعرف لا تكسف إلا في وقت الإسرار في آخر الشهر المقصود بالإسرار آخر الشهر القمري وقال هنا ولا يعرف أو لا يخسف عفوا إلا وقت الإبدار أي في وسطه لأن الإبدار أن يصير القمر بدرا ولا يصير بدرا إلا آش في المنتصف كاملا نعم لكن العلم بالعادة بالهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة بكسوف الكسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانها وليس خبر الحاسب بذلك من علم غيب ولا من باب ما يخبر به الذي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه. يعني دجال. فإن ذلك قول بلا علم ثابت. فإن ذلك قول بلا علم ثابت الذي نهى عن إتيانهم ومسألتهم. بلا علم ثابت الذي نهى عنه إتيانهم ومسألتهم. شكون هما؟ من أتى عرافا؟ إتيانهم ومسألتهم. فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نعم. والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنا لكن المخبر المعين قد يكون عالما بحسابه وقد لا يكون فإذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك لا يكادون يخطئون ومع هذا فلا يترتب على خبر علم شرعي يعني مش علاقة كاين شي أمر أسيدي أحسن الكسوف يوم من الآن يترتب عليه امر شرعي جون علاش لان احنا اصلا ما كنصليش الصلاه الشرعيه التي هي صلاه الكسوف او صلاه الكسوف الا بعد آش بعد الوقوع ماشي من العلم خص الرؤيه لانه آش مرتبط بالرؤيه لان قال فاذا رايتموه الروايه فهرعوا الى الصلاه والروايه فصلوا وادعوا واستغفروا إذا خيار مرتبط باش بالرؤية نعم فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شهد ذلك علقنا إلا إذا شهد ذلك أما المتوقع سير سيدي حتى وقع نعم وإذا جوز الإنسان سبق المخبر ذلك أو غلب على ظنه فلو أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا من باب المصارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته
فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين، وقد تواتر فيها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا، وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. نعم. طبعا عقد المؤلف هذا الحديث لبيان حكم صلاة الكسوف والنداء لها وكيفيتها. فقال عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت، وإحنا قلنا أن الكسوف هو النوم، معنى قوله شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت، إذن هي من المترادفات، من المترادفات، وخصوصا أن الناطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إن الشمس خسفت على عهد رسول الله، وكان ذلك في السنة 10 للهجرة في الربيع الأول صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا، وكان الخسوف انتبه مرة واحدة الذي حصل. وهذا سيأتينا إلى مسألة الخلاف في الصفة في صلاة الكسوف، وإن كان التبتت فإذا سيأتينا من استعجيل، لكن شاهد عندنا حتى تتذكروا أنها حصلت مرة واحدة فقط. فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. كل هذه صحة الأوجه في الإعراب. ندوزو سيدي اسم الإعراب زادوك شبك الخص يكرم الصلاة جامعة. هنا لا نداء ولا إقامة، لكن أشقر الصلاة جامعة، لأن الناس في غفلة من أمرهم، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه أمر وكان الناس في غفلة وأراد الجمع له نادى أمر أحد الصحابة أن يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. لذلك الصلوات لها 4 أقسام: قسم يشرع له الأذان والإقامة بالنسبة للأولى، وهي الصلوات 5 للجماعة الأولى، الجماعة الثانية تكون بإقامة دون أذان، وقسم لا يشرع له لا أذان ولا إقامة لكن يشرع له النداء، وهو كصلاة الكسوف والخسوف، وكل أمر جاء متعلق بالصلاة كالاستيقاظ مثلا، وإن كان طبعا لها. ثم قسم يشرع له الإقامة ولا يشرع له أذان. شكون كان يملي الإقامة وكان يملي أذان؟ الجماعة الثانية أو الجماعة. وقسم لا يشرع له لا أذان ولا إقامة ولا نداء، كصلاة العيدين مرض معنا، كان شيء إقامة، كان شيء أذان، كان شيء نداء. لا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى مصلى كبر، لكن شاش صلاة جامعة ولا حضرة الصلاة ولا غير ذلك. نعم. نعم. تحلنا. طيب. أحسن. فاجتمعوا وتقدم صلى الله عليه وسلم فكبر
وصلى أربع ركعات في ركعتين، معنى لكل ركعة فيها ركوعا فيها ركوعا وسجدتها، من المجموع أربع ركعات وأربع سجدات. وسيأتي الخلاف لم يستعجلنا عم يقرأ ما يخذون هذه. أولا وجود خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا استحباب الصلاة عند الخسوف، ونقل النووي الإجماع على أنها سنة. نعم. ثالثا مشروعية الاجتماع لها لأجل التضرع والدعاء والمبادرة بالتوبة والاستغفار، لأن سبب ذلك الذنوب. سبب ذلك الذنوب. نعم. رابعا أنه ليس لها أذان، وإنما ينادى لها بصلاة جامعة. خامسا أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، ويأتي تفصيل ذلك وكيفيته إن شاء الله تعالى. سيأتي الحديث التي بعده. نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فصبوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هنا أورد هذا الحديث لبيان الحكمة من الكسوف، وماذا يصنع إذا وقع، ماذا يصنع إذا وقع وصادف هذا الكسوف. لنقولنا حصل مرة واحدة، يعني صادف موت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم. ولذلك من الحكمة أن الله عز وجل قدر أن يكون الكسوف مع موت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يزيل عقيدة فاسدة في قلوب الناس، خصوصا قريش، كانوا يعتقدون أن الكسوف والخسوف لا يحصل إلا لموت عظيم أو لحياته، فإذا مات عظيم عندهم كسفت الشمس أو خسر، وإذا ولد كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذا الاعتقاد الفاسد، ولذلك قال إن، وطبعا قبل ذلك عندنا أبي مسعود عقبة بن عامر، هذا عقبة ابن عامر الأنصاري، ابن عامر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة واختلفوا هل هو طبعا شهد بدرا أم لم يشاهدها، على خلاف بين أهل العلم. البخاري يرى أنه شهد غزوة بدر، وقيل لم يشهدها وتوفي سنة 40 في الهجرة أو بعدها رضي الله عنه. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان، يعني علامتان، الآية هي العلامة، إذن علامتان على كمال قدرة الله جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى. الشمس والقمر آية من آيات الله، يخوف الله بها أو بهما عباده، وإنما هذه الذي قلنا الأسباب المعنوية الذي لابد أن يتداركها أو يدرك مغزاها العبد المسلم حينما يحصل، فإنه لابد ماذا أن يدرك أن المغزى منها هو تخويف العباد للرجوع عما هم فيه من الزيغ والضلال، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد، ولم هنا للتعليل، من الناس ولا لحياته. قال: فإذا رأيتم، لا لموت، لي اللام هنا تعليلية، اللام تعليلية معنى تعليل، أنهما لا ينكسفان لموت أحد، ليست العلة في انكسافهما موت أحد. فمن هذا نعود لك بشيء خطأ موجود أحد من الناس ولا لحياته،
فإذا رأيتم انتبه إذا رأيتم لذلك الصلاة تكون بالرؤية لا بالتوقع. توقعتوها يكون حتى يكون تنشوف الكسوف والخسوف عبش يحصل آش تحصل الصلاة. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف معنى يزول وينهلي ما بكم. وهذه الغاية من حصول مثل هذه الآيات. نعم. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف والخسوف رجوعا إلى الله. ثانيا أن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي، فإن انتهى قبل التجلي تضرعوا ودعوا حتى يزول ذلك، فإنه لم يرد في إعادتها شيء. ثالثا يعني ما ليس هناك إعادة للكسوف حتى ينجلي، لكن تصلي صلاة الكسوف فإن لم ينجلي الأمر تعقرها بالدعاء وبالاستغفار والتضرع حتى تنكشف. نعم. ثالثا ظاهر الحديث أنه يصلون ولو صادف وقت نهي هو الصحيح، لأنه من ذوات الأسباب التي تصلى عند وجود سببها مطلقا. وقلنا أن ذوات الأسباب تفعل حتى في وقت النهي. نعم. وتقدم الخلاف في هذه الصلاة ونظائرها في باب المواقيت. رابعا أن الحكمة في إيجاد الكسوف أو الخسوف وتخويف العباد وإنذارهم بعقاب الله تعالى وإزعاج القلوب الساجن بالغفلة وإيقاظها وإطلاع الناس على نموذج مما يقع يوم القيامة والإعلام أنه يؤخذ بالذنب بل لا ذنب له ليحذر المذنب من ذنبه. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ألا لكم وفينا الصالحون قال إذا كثر الخبث. نعم. ويحذر المطيع الأصلي وكل هذه المعاني الروحية لا تنافي وجود الأسباب المادية العادية وقد تقدم شرح ذلك. نعم. فذلك مما يؤخذ أنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. نعم. نقف ليس الله تعالى جمعنا ويقنا إلى استمعنا قولي في التبام حسنا. نعم.